أمن أمتي العربية، وأن التاريخ يقف طويلا حتى يتذكر دولة غير مصر تركت حكم دولة مجاورة كانت وما زالت تمثل عمقها الاستراتيجي، ويحمل ملكها اسمها مع مصر إلى شعبها مكتفية بعلاقات الود والقربة وحرمة الدم. أخيرا، قد وقر واستقر في عقيدة المحكمة أن سيادة مصر على جزيرتي تيران وصنافير مقطوع بها، دخول الجزيرتين ضمن الأراضي المصرية من فك راجحا ركحانا يسمو لليقين، ذلك كأثر للسيادة المستقرة من ناحية، وأن الحكومة لم تقدم ثمة وثيقة أو شيء آخر يغير أو ينال من هذا. الدائرة حكمها في 59 صفحة انتهت فيها إلى أنه قد حكمت المحكمة بإجماع الآراء برفض الطعن